وقفات مع قول العظيم جل جلاله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه؟ يدفع الرحمن الفرح والسرور في قلوب أهل الجنة بين الحين والآخر وبين اللحظة والأخرى، وجمال أهل الجنة يتجدد، وكذلك فرحة أهل الجنة تتجدد. والله عز وجل يعطي أهل الآخرة جوارح غير الجوارح في الدنيا. فالنظر ينظر المؤمن من طرف مملكته إلى طرف مملكته. محاضرة لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري حفظه الله، كانت بتأريخ 6 من شهر محرم لعام 46 و400 للهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق ميتم مدينة إب اليمن، وإليكم المادة المذكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المؤمنين والمؤمنات من البدع والضلالات والنار. أما بعد، أخوة الإيمان، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي يسر لنا زيارة إخواننا وأحبابنا في هذا اللواء المبارك، في هذا اللواء الأخضر. هذا اللواء جمع الله عز وجله بين روضة العلم وروضة الأشجار والعظاه، فالشكر لله رب العالمين، فالحمد لله على زيارة إخواننا والنظر في هذه الوجوه المؤمنة المتوضئة المحبة للعلم والخير، والحمد لله الذي يسر لنا زيارة هذه الدار العلمية المباركة التي يقوم عليها الشيخ المبارك الموفق محمد بن حزام حفظه الله. فقد نفع الله بهذه الدار وبشيخها نفعا ظاهرا بينا، فنسأل الله بعزته وجلاله وكرمه وإحسانه أن يبارك له في جهوده، وأسأله أن يجعل ما قام به
في موازين حسناته أضعافا مضاعفة، وأسأله أن يديم نفع هذه الدار وشيخها، وأن يصلح له الذرية، إنه أرحم الراحمين. وأسأل الله أن يبارك بمشايخ هذا اللواء وطلاب العلم والمحبين، أسأل الله أن يبارك لهم في حياتهم وأعمالهم وأعمارهم، وأن يجعلهم سائرين على طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه، وأن يبارك بجميع المؤمنين، إنه كريم جواد. إخوة الإيمان، إن الأبيات الشعرية التي قالها إخواننا تدل على حب، وإن لم أكن مستحقا لهذا الثناء، لكن أحيانا المحب ربما يحاول أن يعبر عما في نفسه لمن يحب، وإن لم يكن مستحقا تلك المراتب والكلمات. أسأل الله أن يثيبهم على ما قالوا. ونحب من الشعراء أن يكثروا من الثناء على العلم وعلى الدعوة، وأن يكثروا من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى العلماء الذين أثروا هذه العلوم الشرعية التي بين أيدينا الذين مضوا. فنسأل الله بعزته أن يثيب الجميع، وأن يوفق الجميع لكل خير، وأن يجنبنا جميعا كل شر، إنه أرحم الراحمين. قال ربنا في كتابه الكريم: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نقف وقفة قصيرة مع هذه الآية المباركة. الرحمن يحث عباده على المسارعة إلى مغفرته وإلى جنته، وهذا يعني أن تسارع إلى فعل الطاعات وإلى فعل الخيرات وإلى فعل الأعمال الصالحات، لأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، ولا بد من عمل. فنصوص الكتاب والسنة كثيرة الدالة على أن الله أعد الجنة لأهل الإيمان والعمل الصالح. فالرحمن قال لنا: وسارعوا يا معشر المؤمنين إلى مغفرة، لأن الله إذا غفر للعبد رحمه في الدنيا والآخرة وأدخله جنته، فبعد المغفرة الجنة. وأعمال الطاعات كثيرة، والأعمال التي تطهر المؤمنين من الذنوب وتطهرهم من المعاصي وترفع لهم الدرجات كثيرة في القرآن والسنة. فالمطلوب المسارعة إلى هذه الأعمال الصالحة. ولهذا الوقت ضيق، لا نستطيع أن نعيش مع الآية كلها مع معانيها. فإذا سارع، الرحمن دعاك إلى المسارعة، وهذا مفهومه أنه لا ينبغي لمؤمن يريد المغفرة والجنة أن يتوانى في الطاعات وأن يتأنى في فعل أعلى الأعمال الصالحات. روى أبو داود وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التوأدة في كل شيء خير إلا في أعمال الآخرة. تأنى ولا تسرع في جميع الأعمال، أما في أعمال الآخرة لا، سارع. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، فلا تتوانى
لعلك أن تستطيع أن تفعل العمل اليوم ولا تستطيع أن تفعله غدا. إذن سارع للعمل قبل أن يحال بينك وبينه. ولهذا أسباب المغفرة كثيرة، منها الوضوء، روى مسلم في صحيحه وبعض أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إشباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وروى بعض رجال مسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وروى بعض رجال الترمذي: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثلاث مرات. فأنت حين تبقى بين المغرب والعشاء، صليت المغرب وانتظرت العشاء، فأنت تعتبر مرابطا في طاعة الله رب العالمين. والله والرسول يؤكد لنا هذا فيقول: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ولهذا الوضوء مطهرة من الذنوب، مطهرة من المعاصي. روى أبو يعلى وغيره من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إشباغ الوضوء في المكاره، وإعمال الأقدام إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، تغسل الخطايا غسلا. مغسلة مطهرة من الذنوب. حين تتوضأ في بيتك وتخرج إلى المسجد، أنت نقيت نفسك بإذن الله من الذنوب التي علقت بك. إذن احرص على هذه الأعمال الطيبة التي تكون مطهرة من الذنوب، وكذلك الحفاظ على الصلوات في أوقاتها. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار ببابي، أو قال: أرأيتم إن كان بباب أحدكم نهر جار غمر فهو يغتسل منه في اليوم والليلة خمس مرات، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلكم مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. مغسلة من الذنوب. ولهذا روى الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم. فأنت مع الصلوات الخمس تتنقى من الذنوب والمعاصي بإذن الله رب العالمين. إذا اجتنبت الكبائر، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالمؤمن في خير، ينقيه رب العالمين من الذنوب في الليل والنهار بأعمال كثيرة. فالوضوء مطهرة، والصلاة مطهرة، والخروج إلى المساجد مطهرة، وانتظار الصلاة مطهرة من الذنوب والمعاصي بإذن الله رب العالمين سبحانه. فأنت تعيش طاهر البدن وطاهر الروح بإذن علام الغيوب، والله يحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا أيضا الصيام
والحج والأعمال الصالحة بجميع أنواعها مطهرة من الذنوب والمعاصي. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت في مطهرة على استمرار من الذنوب بإذن الله رب العالمين. وهكذا أيضا الحج مطهرة من الذنوب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق. وفي لفظ: من حج لله ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والذي تلد أمه ليس عليه ذنب، لا صغير ولا كبير، بل هو طاهر من جميع الذنوب. لكن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اشترط: من حج لله الإخلاص فلم يرفث جميع ما يخالف الشرع ولم يفسق ولم يرتكب معصية رجع كيوم ولدته أمه. وهؤلاء قلة قليلة في المسلمين الذين يسلمون من هذه المخالفات. وروى الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. هكذا إخوة الإيمان يبين لنا شرعنا المبارك أسباب المغفرة وهي كثيرة جدا. وكما ذكرت لكم الموقف ضيق، لا أستطيع أن أشهد في مثل هذا. فالرحمن قال في كتابه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. هذا من رحمة الرحمن، خلق الجنة وخلق ما فيها وذكر بعض ما أعد فيها يشوق عباده، يشوق العباد لدخولها. ولهذا لم يذكر ربنا كل ما في الجنة، وإنما ذكر لنا بعض ما في الجنة. وهناك أمور في الجنة ما رأتها عين ولا سمعت بها أذن ولا خطر على قلب بشر ولا على قلب أحد. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين. اسمع أيها المؤمن الصالح ماذا أعد الله لأهل الصلاح. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما رأتها عين مخلوق، لا عين ملك ولا نبي ولا ولي ولا أحد، ولا من الإنس ولا من الجن. وكذلك ما سمعت بها أذن أحد من خلق رب العالمين. وهكذا أيضا ما خطر ذلك على قلب بشر أبدا. هذا ما أعده رب العالمين في الجنة التي دعانا إليها: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا جعل الله عز وجل الجنة على قسمين، جعل الجنة على قسمين: قسم من الجنة خلقه وأطلع بعض عباده عليه، وقسم خلقه وختم عليه فلم يطلع عليه أحدا من خلقه. روى مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم سأل موسى ربه قال: يا رب اخبرني عن أدنى أهل الجنة منزلة. قال الله عز وجل: هو رجل
آخر من يخرج من النار يقال له اذهب وادخل الجنة، فيقول يا رب كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول الله له ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب. فيقول الله له لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول في الخامسة رضيت رب. فيقول الله له ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال موسى فأعلاهم منزله يا رب. قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن جنة الرحمن خلقها وختم عليها ولم يطلع عليها أحدا من خلقه لا يعلم بها إلا هو، يفاجئ عباده بها يوم القيامة لتعظم فرحتهم عند دخولها. وهذا يعني أنه ينبغي أن نكون من أهل الهمم العالية الجادين في طلب العلو وفي طلب المنازل العليا، لعلنا برحمة الله وتوفيقه أن ندرك هذا. أخوة الإيمان، الرحمن قال لنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والأعمال التي تكون سببا لدخول الجنة كثيرة، وما أكثرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما نشير إليها إشارة. قال ربنا في كتابه الكريم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. الرحمن هو الذي يدخل عباده المؤمنين العاملين الأعمال الصالحة. وقال ربنا في كتابه الكريم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا تقتروا بما عليه الكفار، لا تقتروا بما عليه الكفار، مهما فتحت لهم الدنيا وتزينت فهي عند الله لا تساوي جناح بعوضة. روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكن لأنها حقيرة يعطيها رب العالمين للمؤمن والكافر لا يبالي بها فهي محتقرة عنده. فالمؤمن أرفع وأجل من هذا، ولهذا لا تغتروا بما عليه الكفار، فإنهم في الدنيا يأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم النار. المأوى النار، فلا تغتر بما عليه، كن مؤمنا ثابتا على الدين، ولو تعيش على الخبز والماء أنت في عز. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هؤلاء قولهم أحسن الأقوال ومنزلتهم عالية، هممهم رفيعة، هاماتهم مرتفعة بإذن الله رب العالمين، فهم أهل العز في الدنيا والآخرة بإذن الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا أخوة الإيمان أسباب دخول الجنة كثيرة مبينة في الكتاب والسنة، فجدوا واجتهدوا في طلب الجنة. الرحمن بين لنا سعة الجنة
فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال ابن عباس في قوله عرضها السماوات والأرض قال تقرن السماوات السبع والأراضون السبع كما تقرن الثياب أي ترص، هذا عرض الجنة، هذا عرض الجنة. ولهذا بينت النصوص سعة الجنة. قال ربنا في كتابه الكريم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الوقت يطوينا وهو من أعمارنا. الجنة واسعة التي دعاك الرحمن إليها ورغبك فيها واسعة. ولهذا قال ربنا في كتاب الكريم وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا فوق ما نتصور، فوق ما نتصور. فهذا حديث المغيرة الذي سمعتموه يقال لآخر رجل يخرج من النار اذهب وادخل الجنة، فيقول كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يتصور له أن الجنة قد ملئت ولم يبق فيها سعة. فيقول الله له ألا ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول رضيت رب، من هذا الذي يا أبا، بل ما كان يحلم أن يكون له هذا. فيقول رضيت رب، فيقول الله له لك ذلك ومثله 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 خمس مرات. فيقول رضيت رب، فيقول الله له لك ذلك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا لأدنى رجل، هذا لأدنى رجل. قل لي أيفرط العاقل في هذا الملك؟ أين عقول الذين يتنافسون على الدنيا وعلى ملك الدنيا الزائل الذي ربما لا يناله الإنسان إلا بعد تضحية في دينه إلا من رحم ربي؟ هذا الملك الذي يجب أن نتنافس عليه ملك دائم لا زوال له، ملك عظيم. هذا أدنى رجل يحظى بمثل ملك خمسين ملك من ملوك الدنيا، وربما ملك بعض الملوك في الدنيا نصف الدنيا، وربما ملك بعضهم الدنيا بأسرها. فهذا يعطى هذه المساحة العريضة وهو في الجنة وليست في الدنيا. ولا تتصور أن مادة الجنة من مواد الدنيا، لا لا تتصور هذا التصور. الجنة ليس فيها مما في الدنيا إلا الأسماء، وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وإلا فكل شيء في الجنة يختلف حجما ولونا ورائحة ومساحة ومادة. ومن جميع أوصافه إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاء عند الترمذي وابن حبان والبغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. هذه الأشجار التي نحن نشاهدها في الدنيا، أشجار الجنة تختلف بأحجامها وأشكالها، كل شجرة ساقها من الذهب وثمرها أعلى. إذن لا تتصور أن مادة الجنة من مادة الدنيا، لا. روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر من الجنة بدأ، قطعة صغيرة من الجنة التي من مادة الجنة التي خلقها الله عز وجل عليها، لو أنها بدت واطلعت على أهل الأرض، لو أن ما يقل ظفر من الجنة بدأ لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، عكست جمالا في السماء
وجمالا في الأرض فوق ما يتصور المتصورون. قطعة من مادة الجنة. هذا والله والملك الذي يجب أن نتنافس عليه، وهذا الذي أمرنا رب العالمين أن نتسابق عليه وأن نتنافس عليه. قال ربنا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا الذي ينبغي أن نتنافس عليه، لا على الدنيا. ما هي الدنيا؟ كم من رجل شيد قصرا عاليا مرتفعا ولم يسكنه فيه ليلة، ما سكن فيه ليلة، وربما قضى في بنائه نصف عمره أو زيادة، ربما ما سكن فيه ليلة واحدة، وهذا معلوم عند الجميع. فنحن نبني للخراب ونترك البناء الذي يدوم لا يتهدم مع الدهور والعصور. الجنة واسعة، مملكة عريضة واسعة لا تستطيع أن تتصورها بمفهومك ولا تستطيع أن تدركها بمفهومك. ولهذا مما يدلك على سعة الجنة عظم أشجارها، فقد جاء في الصحيحين، وهذا الحديث قد جاء عن مجموعة من الصحابة، بعضها في الصحيحين وبعضها انفرد بها البخاري وبعضها عند بعض أهل السنن وبعضها وبعض، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعه. شجرة يدلك على سعة الجنة. إذا كانت الأشجار بهذا الحج، وإن كانت هذه الشجرة هي الوحيدة شجرة طوبة بهذا الحج، لكن أيضا أشجار الجنة واسعة، مما يدلك على سعة الجنة وعلى مملكة الجنة العريضة التي دعانا رب العالمين إليها ورغبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيها. وهكذا ذكر، هكذا جاء عند أحمد وغيره من حديث عتبة بن عبد أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وسأله، قال: اخبرني عن حوضك هذا الذي تتحدث عنه. فأخبره ثم ذكر له الجنة، فقال له: هل في الجنة شجر؟ قال: نعم، وفيها شجرة يقال لها طوبى يطابق أعلاها الفردوس، يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يقطعه. فقال له الأعرابي: وما عظم جذعها؟ إذا كانت هذه الشجرة يسير الراكب تحت ظلها 100 عام لا يستطيع أن يقطعها في 100 عام، إذن أي جذع يحملها؟ وكم حجم هذا الجذع الذي يحمل هذه الشجرة الكبيرة العريضة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: لو أن جذعه من إبل قومك ارتحلت حتى تنكسر ترقوتها هرما ما قطعتها. لو سافرت الجذعة من الإبل طول عمرها ما تستطيع أن تقطع بجانب جذع هذه الشجرة. هذا يدلك على سعة الجنة وأنها واسعة. ثم ذكر الحديث حتى قال الأعرابي: وهل فيها عنب؟ قال: نعم. فقال: وما عظم العنقود منها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: مسيرة شهر للغراب الأبقع لا ينثني ولا يفتر ولا يقع. عنقود من العنب يطير الطير من طرفه إلى طرفه شهرا كاملا، هذا يدلك على سعة الجنة. وما من مؤمن يدخل الجنة إلا وله أشجار كثيرة متكاثرة بإذن الله. وكم يذكر المؤمن ربه، وكم يسبح، وكم يحمد، وكم يكبر، وكم يهلل، وهذه كلها تغرس لك أشجارا في الجنة بإذن الله رب العالمين. فهذه الأشجار العريضة الواسعة تدلك على سعة الجنة. وما يدلك على سعة الجنة؟ سعة الأبواب
أبواب واسعة يدلك على سعتها. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: والذي نفسي بيده إنما بين مصراعين من مصارع الجنة لك ما بين مكة وهجر أو هجر ومكة. وقد ذكر العلماء أن هجر مدينة عظيمة في اليمن، ما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، باب من أبواب الجنة. وعندما يكون الباب واسعا يدلك على سعة السكن وعلى سعة الأرض وعلى سعة المدينة والحائط المبني. وهذا باب ربما من أصغر الأبواب هذا الباب، فقد جاء عند أحمد وابن حبان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بين مصراعين في الجنة مسيرة سبع سنين. هذا باب ثاني، هذا باب آخر، وهذا يدلك على أن أبواب الجنة المحيطة بالجنة التي هي خارج الجنة وهي الأبواب السبعة المذكورة بالنصوص، الأبواب الثمانية المذكورة في النصوص. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، زاد الترمذي في روايته: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. انظر ما أيسر العمل وما أعظم الجزاء. فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ثمانية أبواب للجنة. هذا منها الرسول قال: إن في الجنة إنما بين مصراعين من الجنة مسيرة سبع سنين، سبع سنين. الثاني أوسع، الثاني أوسع. روى الإمام أحمد من حديث معاوية ابن حيدة القشيري رضي الله عنه وهو أيضا عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله، وما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة أربعين عاما، وليأتين عليه يوم وهو كظيم. لا إله إلا باب من أبواب الجنة مسيرة أربعين عاما. هذه الأرض قطعها بعض الرحالة في عام واحد من طرفها شرقا إلى طرفها غربا في عام واحد، فقل لي بباب مسيرة أربعين عاما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين هنا مسيرة أربعين عاما لمن، هل لرجل أو لخيل أو لطير، لم يبين، محتمل هذا. إذن باب واحد من أبواب الجنة مسيرة أربعين عاما يدلك على سعة الجنة وعلى عرض الجنة وأنها واسعة. وهكذا أيضا روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة أربعين عاما. وهكذا روى مسلم في صحيحه من حديث روى مسلم في صحيحه أن عتبة بن غزوان خطب بعض التابعين ثم ذكر حتى قال: ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة أربعين عاما، وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. لا إله إلا الله. قل لي كيف ذلك المنظر حين يدخل هذه الأعداد الهائلة من أهل الإيمان والصلاح من لدن آدم إلى قيام الساعة من هذا الباب، وهم مزدحمون متزاحمون لكثرة أعدادهم، مع أن مسيرة أربعين عاما
لا تستطيع أنت ولا أنا أن نتصور هذه المساحة مسيرة 40 عاما، لا نستطيع. فهذا يدلك على سعة الجنة التي دعانا رب العالمين إليها، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. سارع أيها المؤمن إلى هذه المملكة العظيمة التي أعدها رب العالمين لأهل الإيمان والصلاح ولأهل التقوى، الذين يرغبون في الآخرة والذين يزهدون في الدنيا. سارعوا، الجنة واسعة لا تستطيع أن تتصورها بمفهومك أبدا. ولهذا جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة ما فقالت الجنة مالي، أو قالت النار مالي، لا يدخلني إلا الجبارون والمتكبرون، وقالت النار مالي ما يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. فقضى الله بينهما: إنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وإنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. فأما النار فلا يزال يلقى فيها حتى يضع الرحمن قدمه عليها فتنزوي فتقول قطن قطن، تنزوي فتقول، أي كلما وضع فيها تقول هل من مزيد، حتى يضع الرحمن قدمه عليها فتقول قطن، وفي رواية قط قط. وعزتك قال: وأما الجنة فتبقى فيها بقية فينشئ الله لها خلقا. انظر، بعد أن يدخل جميع أهل الإيمان، وأقل واحد يعطى في الجنة مثل الدنيا 10 مرات، يبقى في الجنة بقية خالية فيخلق الله لها خلقا يسكنهم فيها. هذا يدلك على سعة الجنة. بعد أن تتكامل الأعداد ولا يبقى في النار إلا أهل الخلود. ولهذا اسمع، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جاء أيضا بألفاظ متقاربة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تضامون في رؤية الشمس وسط النهار ليس دونها؟ صحابة قالوا: لا. قال: هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه؟ صحابة قالوا: لا. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر. وذكر الحديث إلى أن ذكر الشفاعة، وأن الله يخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إلى أن يخرج آخر أهل التوحيد من الجنة. فذكر الحديث وقال: ويبقى رجل وجهه قبل النار فيقول: يا رب اصرف عني قشبها، اصرفها عني، فقد آذاني قشبها وأحرقني ذكاؤها. فيدعو ويتضرع فيقول الله له: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك يا رب لا أسألك غيره. فيعطي ربه من العهود والمواثيق ما شاء، فيصرفه رب العالمين عن النار، وهذا آخر من يخرج من النار. فيبقى ما شاء الله، ثم يدعو الله ويقول: رب ادنني من الجنة. فيقول الله له: ويحك يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل لي غيره؟ فيقول: يا رب لا أسألك غيره. فيقول: لعلي إن أعطيتك تسألني غيره. فيعطي الله من العهود والمواثيق ما شاء الله ألا يسأله غير ذلك، ثم يعطيه رب العالمين ويدنيه من الجنة. فإذا نظر إلى الجنة سكت ما شاء الله، ثم يقول: يا رب
ادخلني الجنة. فيقول ويحك يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غيره؟ فيقول وعزتك يا رب لا أسألك غيره. فيقول الله عز وجل لعلي، وفي بعض الألفاظ ما أغدرك يا ابن آدم، ألم تعطي العهود والمواثيق؟ فيقول يا رب لا أسألك غيره، فيدخله الجنة. ثم يقول الله له تمنى، فيتمنى ويتمنى حتى أن الله يذكره، اذكر كذا اذكر كذا، فيعطيه رب العالمين ما طلب. فيقول الله عز وجل لك ذلك ومثله معه. قال عطاء: وكان أبو سعيد يستمع لحديث أبي هريرة لا يرد عليه شيئا من ذلك. فلما قال ذلك قال يا أبا هريرة، قال وعشرة أمثاله. فقال أبو هريرة أما أنا سمعت ومثله معه. فقال أبو سعيد أما أنا فأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعشرة أمثاله، فهذا أدنى رجل في الجنة يعطيه رب العالمين في الجنة مساحة قدر الدنيا عشر مرات. هذا الملك الذي لا يجوز أن نغفل عنه ولا أن نتوانى فيه، ولا يجوز أن نهمل في هذا الملك الواسع. وليس هذا الملك ملكا مؤقتا، لا، ملك دائم لا ينقطع أبد الآبدين. وروى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار. قال رجل يمشي مرة ويقبو مرة وتسفعه النار مرة. قال حتى قال فإذا ما نجا منها التفت إليها وقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعطي أحدا من العالمين إذ نجاني منها. قال فترفع له شجرة، ترفع له شجرة، فيقول يا رب ادنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله له لعلي إن أعطيتكها تسأل غيرها. قال فيقول لا وعزتك يا رب لا أسألك غيرها. قال وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال فيعطيه. قال فيستظل بظلها ويشرب من مائها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى، فيقول يا رب ادنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها. فيقول له رب العالمين ألم تأت العهود أنك لا تسألني غيرها؟ فيقول وعزتك يا رب لا أسألك غيرها. وربك يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. فيقول لعلي إن أعطيتكها تسأل غيرها، فيقول لا وعزتك يا رب لا أسألك غيرها. فيعطيه فيشرب من مائها ويستظل تحت ظلها. ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأوليين، أحسن من الشجرتين الأوليين. فيقول يا رب ادنني من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل من ظلها. فيقول ويحك يا ابن آدم ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير ذلك؟ فيقول بلى يا نعم يا رب، أو بلى يا رب وعزتك لا أسألك غيرها. وربك يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم بعد ذلك يعطيه إياها. قال فإذا نظر إلى الجنة، وهي الشجرة عند باب الجنة، فإذا نظر إلى الجنة سكت. ثم يقول يا رب أدخل الجنة. فيقول الله له ويحك يا ابن آدم ما الذي يصريني منك؟ أي ما الذي يقطع مسألتك عني؟ ما الذي يصري منك؟
قال فيدخله الجنة، فإذا دخل الجنة يقال له تمنى، فيتمنى ويتمنى، فيقول الله له لك مثل الدنيا، لك مثل الدنيا ومثلها معها، أو بهذا المعنى أي مرتين. فيقول أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. فلما حدث ابن مسعود بهذا الحديث ضحك، فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ثم ضحك حتى بدت نواجذه. فقيل له يا رسول الله ما الذي أضحكك؟ قال ضحكت لضحك رب العالمين. فيقول الله له لا أستهزئ منك ولكني على ذلك قادر. فالرحمن يعطيه مثل الدنيا مرتين، مع أن النصوص الأخرى تبين أنها مثل الدنيا 10 مرات. واسمع، جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر رجل يخرج من النار وهو آخر رجل يدخل الجنة. قال يخرج من النار حبوا فيقال له اذهب وادخل الجنة، فيأتي إليها فيرجع فيتخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ، فيقول الله لا اذهب وادخل الجنة، فيذهب فيتخيل إليه أنها ملأ، فيقول فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأ، فيقول الله لا اذهب وادخل الجنة فإني قد أعددت لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو قال مثل 10 أمثال الدنيا. فيقول الرجل أتستهزئ بي وأنت الملك؟ قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال فضحك الله من قوله، ثم قال لا أستهزئ بك ولكني على ذلك قادر. قال فكان يقال هذا أدنى أهل الجنة منزلا. الآن تخيل، إذا كان أدنى رجل يعطيه رب العالمين مثل الدنيا 10 مرات في المساحة، وقد سمعتم أن الدنيا ليست خلقت من ماء، أن الجنة ليست مخلوقة من مادة الدنيا، لا، موادها لا يعلمها إلا الله، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي موسى جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. فالجنة من الذهب والفضة، ولكن من ذهب الجنة وليس من ذهب الدنيا، ومن فضة الجنة وليس من فضة الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذهب الآخرة. ذكرنا حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن ما يقل ظفر من الجنة بدأ لتزخرفت له ما بين خوافق السماوات والأرض، ولو أن رجلا من أهل الجنة اطلع وبدت أساورة لطمس ضوءها ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. أساور رجل واحد من أهل الجنة لو بدت على أهل الأرض من الجنة، والجنة فوق السماوات كما جاءت النصوص، لو أن رجلا بدأ على أهل الأرض وبدت أساوره، الأساور التي قال عنها ربنا في كتابه الكريم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع وبدت أساوره لطمس ضوءها ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. أساور الرجل واحد، هذا يدلك أن ذهب الجنة وفضة الجنة ليس كذهب الدنيا وفضة الدنيا، لا. ولهذا هذا الحديث يعطيه رب العالمين وهو آخر من يدخل من أهل التوحيد،
الذين ماتوا على التوحيد لكنهم ارتكبوا الذنوب والمعاصي الكبائر فعذبوا بسبب ما ارتكبوه من الكبائر وخرجوا من النار بسبب التوحيد الذي ماتوا عليه، فهو آخر من يدخل الجنة يعطيه رب العالمين مثل الدنيا 10 مرات في المساحة. قل لي بربك لو أن هذا الرجل له أسرة في منزلته في المكانة كل واحد منهم يعطيه الرحمن مثل الدنيا 10 مرات، لو افترضنا أن هذه الأسرة تتكون من 10 أفراد فأعطى الله كل فرد منها مثل الدنيا 10 مرات وكل واحد ملكه مستقل لا يشاركه فيه أحد، كم سيعطى تعطى هذه الأسرة الواحدة؟ ربما كانت هذه الأسرة من أفقر خلق الله في الدنيا أو كانت من الأغنياء، كم ستعطى؟ مثل الدنيا 100 مرة أسرة واحدة. كيف تتصور هذا؟ كيف تتصور هذا؟ وبهذا لا تستطيع الأرقام الحسابية أن تتسع لمساحة الجنة لسعتها. ولهذا نختم هذا الكلام بهذا، والأدلة كثيرة الدالة على سعة الجنة، نختم بهذا الحديث بإذن الله رب العالمين. وإن كنت قد أطلت عليكم شيئا لكن المدة التي تأخرت عنكم فيها طويلة، فلا بأس أن أذكر هذا الحديث ختاما لما لهذه الكلمة لنعلم سعة الجنة التي دعانا رب العالمين إليها، التي لا يجوز للملك والمملوك والرئيس والمرؤوس والمدير والمدار والكبير والصغير أن يتوانوا في طلب هذا الملك وأن يتساهلوا في طلب هذا الملك الدائم الذي لا ينقطع والواسع الذي لا يعلم بسعته إلى رب العالمين. إذا كان أقل واحد يعطى في الجنة مثل الدنيا 10 مرات قل لي فما فوقه قليلا وما فوقه وما فوقه وما فوقه إلى آخر الأمر، كم سيعطى أهل الدرجات العلى الذين يسكنون جنة الفردوس مساحات لا يعلمها إلا الخالق سبحانه. وهذا يدلك على الكرم الذي لا حد له لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا روى الطبراني وابن أبي الدنيا من حديث ابن مسعود في حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقوم الناس لرب العالمين يوم القيامة 40 سنة، وذكر الحديث حتى ذكر مرور المؤمنين على الصراط بعد أن يعطي الله المؤمنين أنوارهم، فمنهم من يعطى نورا مثل الجبل عن يمينه ويمشي بين يديه وعن يمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك إلى أن ذكر آخر رجل يعطيه الله نورا في أبهام قدمه، قال وذكر مروره على الصراط، قال وآخر ذلك الذي يعطى نورا في أبهام قدمه فهو يمشي حبوا على وجهه ويديه ورجليه فتعلق يد وتزل يد وتعلق رجل وتزل رجل تزل رجل وتعلق رجل، قال وتسفعه النار وتحرق جوانبه النار حتى إذا نجا منها التفت إليها وقال الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من خلقه إذ نجاني منها بعد أن رأيتها، ثم يؤخذ فيغسل في عين عند باب الجنة فيرجع إليه ريح أهل الجنة ريح أهل الجنة وألوان أهل الجنة، قال ثم ينظر إلى الجنة فيقول يا رب ادخلني الجنة، فيقول رب العالمين أتسألني الجنة وقد نجيتك من النار، فيقول يا رب اجعل بيني وبينها حجابا لا أسمع حسيسها، فعند ذلك يأذن الله له أن يدخل الجنة فيدخل الجنة
قال فينزل منزلا ثم يرفع له منزل، يرفع له منزل هو بالنسبة إلى المنزل الذي هو فيه حلم، أي بمثابة الحلم، ما الفرق بينه وبين المنزل الذي نزل فيه، فيقول يا رب اعطني ذلك المنزل، فيقول الله له لعلك إن أعطيتك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك يا رب لا أسألك غيره، وأي منزل هو أحسن منه، أي لا وجود في الجنة منزل أحسن من هذا المنزل، هكذا يتصور. قال فيعطيه الله سبحانه وتعالى، ثم يرفع له منزل آخر هو بالنسبة لما هو فيه بمثابة حلم إليه. قال فيقول يا رب أعطني ذلك المنزل، فيقول لعلي إن أعطيتك أتسألني غيره، فيقول لا وعزتك يا رب لا أسألك غيره، وأن منزل أحسن منه، أي لا وجود في أرض الجنة منزل هو أحسن من هذا المنزل. قال فيعطيه رب العالمين، ثم يسكت هذا الرجل، فيقول الله له ما لك يا ابن آدم لماذا لا تسأل، فيقول يا رب قد سألتك حتى استحييتك وحلفت لك حتى استحييتك، فيقول الله له أترضى أن أعطيك مثل الدنيا منذ خلقتها إلى يوم أفنيتها وعشرة أضعافه، فيقول أتستهزئ بي وأنت الملك؟ قال فضحك ابن مسعود، قال مسروق الراوي عن ابن مسعود، فقال رجل يا أبا عبد الرحمن لقد سمعتك تحدث بهذا الحديث مرارا، فإذا وصلت إلى هذا المكان ضحكت. قال لقد سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فإذا وصل إلى هذا المكان ضحك، فيقول الله عز وجل لا أستهزئ بك ولكني على ذلك قادر. فيقول الرجل يا رب الحقني بالناس، وكأنه يتنقل في تلك المنازل في طرف الجنة في أرض واسعة لا يوجد فيها سكان. قال فيقول يا رب الحقني في الناس، الحقني بالناس، فيقول له انطلق. قال فينطلق يرمل في أرض الجنة. قال فيرفع له قصر من درة واحدة مجوفة. قال فيخر ساجدا، فيقال له مالك ارفع راسك، فيقول رأيت ربي أو ترى لي ربي، فيقال له إنما هو قصر ومنزل من منازلك هذا الذي بهرك نوره وظننت أنك رأيت الله لقوة نوره، هذا منزل من المنازل التي أعدها رب العالمين لك. انظر آخر من يعبر على الصراط، إنما هو منزل من منازلك. قال فيلقى رجلا فيتهيأ للسجود، فيقول له مالك؟ فيقول ظننتك ملكا، فيقول له إنما أنا عبد من عبيدك وقهرمان تحت يدي 1000 غلام على مثل ما أنا عليه. الرحمن قد أعد له 1001 غلمان لخدمته، هذا من أقل الناس عطاء. قال فينطلق بين يديه حتى يفتح له القصر، فإذا شقائفه وأبوابه وأغاليقه ومفاتيحه من درة واحدة مجوفة. قال فيفتح الباب فيفضي إلى جوهرة حمراء مبطنة بخضراء، وكل جوهرة تفضي إلى جوهرة أخرى فيها من الوصائف والأزواج أدناهن، أدنى واحدة من نسائه، أدنى واحدة من الأزواج والوصائف أدناهن حوراء عينا عليها 70 حلة يرى مخ سوقها من وراء الحلل، كبدها مرآته وكبده مرآتها،
أن يرى وجهه في كبدها من جمالها، وهي ترى وجهه في كبده من جماله، لأن الله يكسي أهل الجنة جمالا لا يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الوصف، كبدها، كبدها مرآته، وكبده مرآتها. إذا أعرض عنها إعراضه ازدادت في عينه عما كانت قبل 70 ضعفا. لا إله، يعرض عنها إعراضة واحدة فيتجدد جمالها إلى 70 ضعف عما كانت عليه قبل، عما كانت عليه قبل. قال وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد في عينها 70 ضعفا عما كان عليه قبل. جمال لهؤلاء ولهؤلاء، فالرجال يزيد جمالهم والنساء يزيد جمالهن، ونساء الجنة من أهل الدنيا كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يكن في الجنة أجمل من الحور، يا أختاه المسلمة، يا أختاه الساجدة الراكعة المتوضئة، سيكون جمالك في الجنة أجمل من الحور العين بإذن الله، لأنك قطعت حياتك في الدنيا بين الهموم والغموم والأحزان والآلام، قطعت حياتك في السجود والركوع والأعمال الصالحة، صمتي لرب العالمين، صمتي لله، صليت لله، عملت الأعمال الطيبة الكثيرة النافعة لرب العالمين، فالرحمن يعوضك في الجنة جمالا ليس له حد، محدود بإذن رب العالمين سبحانه. ولهذا هذه إذا أعرضت عنه، إذا أعرض زوجها عنها إعراضة ازدادت عما كانت عليه قبل 70 ضعفا عما كانت عليه قبل. وإذا أعرضت عنه إعراضة ازداد عما كان عليه 70 ضعفا. فالجمال يتجدد، يدفع الرحمن الفرح والفرح والسرور في قلوب أهل الجنة بين الحين والآخر وبين اللحظة والأخرى، وجمال أهل الجنة يتجدد، وكذلك فرحة أهل الجنة تتجدد، ونعيم أهل الجنة يتجدد بإذن الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال فيقال له: أشرف أشرف، أي هذا الذي آخر من يعبر على الصراط، يقال له أشرف. قال فيشرف فيقال له: ملكك مسيرة 100 عام ينفذه بصرك. لا إله إلا لا نتوانى في طلب الجنة، والله خسارة عظيمة، لا نتوانى، الجنة غالية. روى الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، الجنة غالية تحتاج إلى ثمن. فانظر هذا الرجل يقال له اشرف، ملكك مسيرة 100 عام. ذكرنا أن بعض الرحالة قطع الدنيا من طرفها إلى طرفها في عام، وهذا ملكه، وهو آخر من يعبر على الصراط من أهل الإسلام، يعطي رب العالمين مملكة مسيرة 100 عام، والله عز وجل يعطي أهل الآخرة جوارح غير الجوارح في الدنيا. فالنظر ينظر المؤمن من طرف مملكته إلى طرف مملكته، والجنة قيعان، الجنة قيعان، كما في حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقي أباه إبراهيم وقال له: إن الجنة قيعان. فبصره هذا ينفذ مملكته، يتمتع بمملكته كلها أمام عيني، ينظر إلى أنهارها وأشجارها وعيونها، وينظر إلى حورها، وينظر إلى قصورها، وينظر إلى فاكهتها، وينظر إلى ما أودع الله فيها وخلق له فيها. فيا لها من مملكة لا يعلم حدها إلا الذي خلقها سبحانه. ولهذا نناشد جميع المؤمنين أن يسارعوا إلى هذه الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
على قلب بشر. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى برحمته وفضله، لا بأعمالنا، بكرمه الذي أنعم علينا في الدنيا وبسط نعمه علينا في الدنيا فضلا منه وتكرما منه، ليس بأعمالنا. نسأله أن يبسط نعمه علينا في الآخرة، إنه رحمن الدنيا والآخرة. وأسأل الله بعزته وجلاله أن يقوي إيماننا وأن يصلح أعمالنا وأن يقوي هممنا وأن يصلح لنا أسرنا، ونسأله أن يجعلنا هدى مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يفقهنا في الدين وأن يلهمنا رشدنا، ونسأله أن يحفظنا وجميع إخواننا المؤمنين، وأن يحفظ اليمن وأهله من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يحفظ اليمن من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين من جميع الفتن، وأن يدفع عنا كيد أعدائنا وشر أعدائنا من اليهود والنصارى وجميع الكافرين، ونسأله أن ينصر الإسلام والمسلمين نصرا عزيزا مؤزرا، ونسأله أن يرفع درجاتنا في عليين، وأن يجعلنا في عباده الصالحين، إنه رحمن الدنيا والآخرة، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ومعذرة أولا وآخرة للإطالة، أسأل الله أن يكتب لكم الحسنات وأن يضاعف لكم الأجور، إنه رحمن الدنيا والآخرة.